الصليب. طب ما كان في كذا طريقة يموت بيها. لا، كان لازم طريقة محددة في خطة ربنا. اولا اشعياء بروح هو لان البشرية كلها ما فيهاش حتة سليمة، فلان ربنا يسوع لما يتألم لازم يتشوه من راسه لرجليه، الشوك في راسه والجلدات على ظهره والمسامير في ايديه ورجليه والطعنة في جنبه، عشان كل البشرية كده افكارك ملخبطة، عينيك ملخبطة، ودانك ملخبطة. اختار الصليب لانه موتة لابد ان تكون جهارية، لازم يموت علنا. علامة الصلح لان المسيح على الصليب كان فوق جبل كده فبين السماء وبين الارض، عشان اشد ايد الاب وايد البني ادم يتصالحوا مع بعض. فرصة للحوار على الصليب، عرف يتكلم، اغفر لهم يا ابتاه انا عطشان، يا يوحنا هو زي امك، في يديك استودع روحي. بيموت واقف منتصر لانه غالب مش مغلوب، ده ميت بارادته.